على وقع تهديد تركيا بشن هجوم جديد يستهدف الأكراد داخل سوريا، الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من مغبة الإقدام على أي إجراء أحادي الجانب في الداخل السوري. مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عبرت في بيان عن قلقها إزاء التهديد التركي، بل حذرت من أن هذا الإجراء يصعد عدم الاستقرار في سوريا ويقوض الحرب على داعش. موغريني دعت إلى ضرورة العمل على تعزيز استقرار سوريا، معتبرة أن تركيا لديها مسؤولية تجاه الأمر باعتبارها ضامنة لعملية أستانا الخاصة بمناطق خفض التصعيد في سوريا. أما حزب العمال الكردستاني فهدد برد قوي في حال شنت تركيا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا. حزب العمال الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية قال إن الرد سيكون في الداخل التركي، وكان الرئيس التركي قد أعلن اعتزامه البدء في عملية عسكرية في مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال شرق سوريا، وذلك خلال أيام. مراقبون حذروا من أن التصعيد التركي في سوريا قد يدفع باتجاه وقوع مواجهات مع القوات الأمريكية المتمركزة في تلك المنطقة، رغم تأكيد أردوغان على عدم استهداف الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.